envie de rendre hommage. بغيت نخلد الذكرى ديال الروح ديال اختي بواحد الطريقه اللي هي كانت كتعجبها و فوالا واللي كنا كنشاركوا فيها في بزاف ديال المواقف بزاف ديال اللحظات من الحياه اللي جمعتنا. مشيت الوقت اللي اختاريت انني ندير هذه القضيه اولا في الوقت اللي تسالوا الكلمات بالكتاب وقريتهم في الوقت اللي جربتهم مع اللحن بوحدي. نقدر نقول لك ان زعما كان صعيب عليا بزاف لان الموضوع راك عرفتيه شنو هو وديك الساعه كان باقي داك الشيء مازال طري بزاف ومعمره ما غيطول ولا غيخدم غيبقى دائما طري. يعني دازوا شي مواقف صعبين ولكن الا بغيتي تعرفي الكواليس ديال التسجيل داز بحال الخدمه لان انا كنعتبر هذاك عمل فني. دونك كان خصني نخدم، كان خصني نواجه راسي، كان خصني ندرب، كان خصني نخدم على صوتي، كان خصني نخدم ونعاود حيت ما كيعجبنيش ندير شي حاجه ماشي هي هذيك ولا غير نسلك نرجع نسمعها. الصراحه ماشي انا قليل فاش كنديرها انا زعما نتصنت ليها، ولكن الا كنت بحال دابا مع صحابي ولا مع هذا كيطلقوها بزاف. قدرش نقول لك انا كما قلت لك هذيك بالنسبه ليا او فون دو موا سيتي ان ترافاي دو كور، فهمتي؟ سيتي اون ايدي دو كور، سيتي ان ترافاي دو كور اي جلي في افيك بوكو دو كور. دونك سيتي با ماشي كانت اغنيه، هي بالنسبه ليا ما كانتش اغنيه، فهمتي؟ هي بالنسبه ليا سيتي ان ترافاي دو كور كو جي في افيك بوكو دو كور. كما قلت لك يمكن جو سي با يمكن شي نهار الا جاتني شي حاجه هكا اللي خاصتني لداخل بزاف وبغيت نعبر عليها بهذه الطريقه ممكن نعاود نعبر عليها بهذه الطريقه اللي هي الغناء. ما كاين حتى شي واحد كيعود شي واحد، كل واحد وبلاصتو. يعني انا ما عنديش غير اختي الله يرحمها، عندي خويا، عندي اختي الكبيره حتى هي الله يخليها ليا، عندي والدي الله يخليهم لي، عندي صحباتي اللي ماشي غير بحال خوتي اللي يمكن يكونوا اكثر من خوتي لان كنشوفهم بحكم العمل اللي كيجمعنا وبحكم الصداقه اللي كتجمعنا وبحكم اننا ساكنين في نفس المدينه كنشوفو يمكن اكثر ما كنشوف اختي الكبيره مثلا اللي في مدينه اخرى. ولكن كل واحد وبلاصتو، يعني ماشي كيعوضوها ولا ملؤوا الفراغ ديالها، ولكن انا قلت لك ما كاين حتى شي واحد كيعوض شي واحد. الوقت كيخليك تولف انك تعيش بلا هذاك الانسان اللي ما بقاش في حياتك.